تشتهر محافظة جنوب الشرقية بحصونها وقلاعها ومواقعها الأثرية. هنا في ولاية صور مركز هذه المحافظة يعد حصن سنيسلة من أهم وأبرز المواقع التاريخية والسياحية في هذه الولاية. هذا الحصن افتتح عام 1650، تم بناؤه بعد طرد البرتغاليين من سلطنة عمان. يتميز بموقعه المطل على ولاية صور، ويضم الحصن عدة مرافق أبرزها غرفة الشيخ والمسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن، بالإضافة إلى أربعة أبراج، ثلاثة منها أبراج حربية والبرج الغربي الرابع للمراقبة. البلد هنا جميل. قضينا 3 أيام في العاصمة مسقط. اكتشفنا أن الناس هنا لطفاء وكرماء للغاية. ثم انتقلنا إلى ولاية صور ومررنا بوادي شاب، إنه مكان مدهش وممتع. منارة العيجة هي الأخرى إحدى أهم المعالم السياحية في ولاية صور على مدخل جسر خور البطح. هذه المنارة بناها البرتغاليون وتعتبر من أقدم المنارات البحرية في السلطنة، وقد كانت في الأساس برج حماية، تحولت فيما بعد إلى منارة استخدمت لتوجيه السفن التقليدية. هذه هي الزيارة الأولى لي لسلطنة عمان، والبلاد تملك طبيعة خلابة خاصة في الأودية القريبة من الولاية. زرنا أيضا مصنع السفن هنا في صور، كان مكانا رائعا. ولاية صور تعتبر أيضا واحدة من أقدم الموانئ البحرية في العالم، ولها دور حيوي في التبادلات التجارية بين سلطنة عمان وشرقي أفريقيا والهند والبصرة قديما، عبر مينائها الذي كان محطة استيراد وتصدير لمختلف البضائع. عبد الرحمن العصيمي من ولاية صور العربية.